الحقيقة النهاردة خلينا نروح لحاجة الحقيقة جميلة، مصر ولادة. ومصر الحقيقة يمكن يعني عندنا كم من الرموز الفنية والأدبية اللي تفضل أنت تتعلم منها وتفضل تشاهد ما قدموه ما كتبوا عنه وقد إيه مؤثر بالنسبة لك ومؤثر في شخصيتك. الكاتب اللي بتمر اليوم ذكرى رحيله 1 أغسطس الكاتب الكبير دكتور يوسف إدريس. الكاتب الكبير يوسف إدريس الحقيقة أثرى الحياة الثقافية بشكل كبير جدا، سواء في الأعمال الأدبية أو الفكرية أو السينمائية أو المسرحية بشكل كبير. تقدر تقول عليه هو ملك القصة القصيرة أو هو مبدع القصة القصيرة، مش بس في العالم العربي، يعني أحيانا كانوا بيقولوا هو تفوق كمان على أدباء الروس. كاتب الكبير يوسف إدريس اتولد 19 مايو سنة 27 محافظة الشرقية، وهو عشقه للكتابة يعني بدأ في المراحل الأولى في تعليمه. احنا عارفين ان هو يعني تخصص في الطب والطب النفسي وتفرغ بعدها للكتابة الأدبية والعمل الصحفي. لكن لما تيجي تتكلم عن يوسف إدريس انت بتتكلم عن أديب غزير الثقافة بشكل كبير. هتلاقي ان يوسف إدريس وانت بتقرا رواياته او مقالاته او بتشاهد مسرحياته او افلامه هتلاقي نفسك بتتعامل مع كاتب متنوع، لان هو قرأ يعني قرأ الادب الفرنسي والانجليزي والروسي والكوري والصيني والياباني. ففي غزارة، في غزارة متنوعة. كان جريئا وكان شديد الحساسية لكن كمان شديد القرب من الناس. كان يكتب في السياسة، يكتب في الأدب، ويشرح النفس البشرية بشكل كبير. أنا بشوف أنه تخصص دكتور يوسف إدريس في الطب بعتقد أنه فاده كتير جدا، لأن هو كطبيب نفسي قدر يقدم لك الشخصيات المصرية ويشرحها من الداخل. وده تقدر تحس بيه لما تقرأ مثلا رواية الحرام والعيب أو تشوف الفيلم نفسه، لأنه الفيلم كمان نقل حساسية يوسف إدريس بشكل كبير، لأنه كاميرا السينما بتقدر تشرح قوي الشخصيات. وطبعا هو يعني عنده روايات عديدة، وعنده كمان أنا أحيانا بشوف أنه لو ما فيش عندك وقت تقرأ روايات كتير، بقى في دلوقتي متاح إنك تقرأ أقوال يوسف إدريس. يوسف إدريس عنده أقوال بديعة، من المقولات بس تعرف شخصية إيه وتعرف هو عايز إيه. وممكن مثلا تقول مثلا أقوال رواية الحرام فتديك تنوع لو أنت ما عندكش الوقت. طبعا الجميل إنك تقرأ يوسف إدريس على المسرح. كمان قدر يعمل نهضة مسرحية كبيرة جدا بمسرحيات غزيرة ومختلفة. تقدر برضو انك تقول ان هو من اشهر المسرحيات اللي قدمها واللي كانت معروضه في الستينات، الفرافير او اللحظه الحرجه، جمهوريه فرحات. الحقيقه عنده يعني حاجات كتيره مختلفه. يوسف ادريس هو ملك القصه القصيره بلا منافس. يعني روايه ممكن تكون ورقة أو اتنين يطلع منها أعمال كتير، وده شفناه بشكل كبير جدا في أفلام كتيرة ومختلفة ومتنوعة. شفنا مثلا عنده قاع المدينة فهتلاقيه بيشرح المدينة بشكل كبير. شفنا عنده إنتاج بديع وإنتاج مختلف وأفلام ومسلسلات. وعايزة أقول لحضراتكم حاجة، لو رجعت وقرأت مقالات يوسف إدريس في رأيه في السياسة، رأيه في الأدب، رأيه في الاجتماع، رأيه في التحول للبلاد بشكل كبير، هتحس إنه وكأن يوسف إدريس لم يتركك لحظة. ده دور المفكر. يعني أنا دايما بلاقي بأنه المفكرين والمبدعين والأدباء لا يرحلون أبدا، لأنه الفكر بيعيش والأدب بيعيش والأقوال بتعيش، وبالعكس هي بتديك إحساس كبير جدا وتعرف بأنه الزمن. يعني إذا كنت تقرأ ليوسف إدريس مثلا قديما من الستينات أو من قبل الستينات من الخمسينات وتعود الآن في الزمن ده، بتحس أنه الزمن لم يتغير. تغيرت حاجات ولكن حاجات كتير لم تتغير، بالذات داخل الشخصيات. يوسف إدريس يعني
ترك الدنيا وهو في الستينات من عمره، بس ترك أكتر من معاش، ترك كتير جدا لأجيال كتير تتعلم تقرأ وتستفيد. خليني أروح لنجل الأديب والكاتب الكبير دكتور يوسف إدريس، ابنه مهندس سامح يوسف إدريس، وخليني أعرف منه المزيد. مساء الخير مهندس سامح. مساء النور على حضرتك العالمية المميزة الأستاذة شفكي، ومساء الخير على المشاهدين، وبنشكر التلفزيون المصري على الاحتفاء بهذه الذكرى وإحياء يعني أحد أعلام مصر والد الله يرحمه. أكيد، يعني أنا عارفة أن أنت حافظ جدا للأديب الكبير ومكتبته وأعماله ومقولاته وكل ما قدمه الأديب الكبير يوسف إدريس. أنا هسألك سؤال بالعكس، يعني إحنا موجودين في ألفية جديدة، يعني هل ترى بأنه يوسف إدريس لو كان موجود في هذه الألفية امتداد كتبه كانت هتبقى عاملة إزاي؟ خط يعني طريقه الأدبي كان هيبقى عامل إزاي؟ والله جميل السؤال. هو انا بجد ان والدي وناس كتير بتجده كده مفكر اكثر منه اديب. صحيح، مفكر سبق بفكره عصره. صحيح، فالفكر لا يموت لان الفكر موجود في كل مرحله وكل عصر، زي مثلا كلامه عن الاراده البشريه. الاراده البشريه غير مرتبطه بتاريخ حديث او قديم او صحيح. جديد او الاراده دي نبع جوه الانسان نفسه بيحتاجها في كل زمن. فهو بيتكلم عن الصفات الإنسانية، بيتكلم عن الحب، بيتكلم عن النبل، عن الشجاعة، عن الصدق، عن الحرية، بيتكلم عن حاجات كلها ملهاش دعوة بالزمن، ملهاش دعوة إذا كان ده زمن حديث أو زمن قديم، بيتكلم عن حاجات تخص النفس البشرية. وهو شرحها بما إنه كان طبيب، فشرحها صحيح. بشكل جميل جدا في قصصه، ومن الحاجات اللي الناس بتحب تقرأها له ومحدش واخد باله منها اللي هي كانت بتكتب في جريده الاهرام من مفكره يوم الاثنين. صح، وجمعت في كتب فقر الفكر وفقر الفكر وفكر الفقر. صح، ده مجمع لشويه مقالات فيها فكره عن الحياه. فعشان كده انا بلاقي ان مقالاته من خلال فكره. صحيح، وانا بلاقي ان مقالاته لو احنا قريناها مع بعض في هذا التوقيت هنحس ان هي يعني فيها داعم ايضا لينا، يعني لا تموت الفكره، لا تموت ابدا. طيب يعني من شويه كنا بنشاهد على الشاشه مجموعه من الصور المهمه جدا، بستاذن زملائي بس نرجع للصور. الصور فيها يعني الرئيس الراحل انور السادات، فيها ايضا شخصيات عربيه، وهو كان دائم التنقل وسفريات كثيره جدا، وفي صور للاسره، يعني انت موجود في صوره من احدى الصور. هو كان حريص على التقاء الزعماء وكان دايما في سفريات كثيره جدا. هو جرى العرف ان الزعماء والملوك والرؤساء بيقربوا لهم رجال الفكر في كل عصر وفي كل زمان عشان يستفيدوا بيهم. فهو الحقيقه كان اصدقائهم الملوك والرؤساء في كل الدول، وكان ما ينزل دوله بيقابل الملك او بيقابل الرئيس. وانا اتذكر معرفش هو عرض الصوره دي ولا لا، صورته في مارينا وهو بيستقبل الرئيس حافظ الاسد مع الرئيس حسني مبارك في فيلته في مارينا. هو الحقيقه امامنا صور كثيره جدا، منها صور موجوده في المؤسسات الصحفيه، صور مع الزعماء، صور عائليه، يعني كان كثير الترحال. انا عايزه اسالك برضو من ضمن الاشياء عن أديبنا الكبير يوسف إدريس، يعني هل هو لما كان بيهدي حد كتاب ماذا كان يكتب يوسف إدريس على إهداءاته؟ لأن كل كاتب ليه طريقة صعبة دي. كل كاتب ليه يعني ليه جمله. ما هي جمل يوسف إدريس؟ يعني أولا يعني هو كان خطه عبقري، يعني أكيد كنت بعت برضو مخطوطة إن شاء الله في مرة تانية. أكيد نحب نشوف كان خطه صغير. أيوة، ودقيق زي مشرط الجراح كده. تمام. وكان بيكتب الإهداء على حسب الشخصية لمن يهدى. أيوة، وكان بيقول إن الهدية قيمة من يهدي وليس من تهدى إليه. صحيح صحيح، فعشان كده هدية الملك ملك حتى لو بيهادي واحد عادي. يوسف إدريس كان بيكتب إمتى؟ يعني أنا أعرف إن كتير من الكتاب كانوا بيكتبوا، وفي ناس كانوا يكتبوا مبكرا جدا في الصباح،
في ناس يكتبوا الليل هو النصير ليهم. طقوسه كانت عاملة إزاي؟ أنا عارفة أنه عنده مكتبة عظيمة في البيت وعنده مكتبات. هو طقوسه كانت أنه هو ما بيجيله وحي كتابة، وده وحي من عند الله يعني طبعا. كان ممكن يقعد يومين ما بياكلش، وقاعد بس بيشرب قهوه وشاي، وكان بيدخن وبيكتب. فما لو جاله الوحي ما بيسيبوش، لان الخيط لو سابه بيتقطع منه، خصوصا لو بيكتب مسرحيه او بيكتب قصه طويله، فكان بيتنوا فيها. اما المقالات فكان بيكتبها في مكتبه في جريده الاهرام. في جريده الاهرام كان عنده مكتب في الدور الخامس مع نخبه من المع نجوم المجتمع والفكر والفن، الاستاذ نجيب محفوظ، الاستاذ توفيق الحكيم، الاستاذ احسان عبد القدوس، كلهم كانوا مكاتبهم جنب بعض في الدور الخامس والله. في جريده الاهرام. تخيل لو الواحد بس بيتمشى قدام المكاتب دي، يعني حاجه عظيمه يعني. يعني انا بتخيل انه يعني هذا الجمع بياخدوا قهوه مع بعض الصبح حاجه. طيب هل كان يوسف ادريس كبيرة. يتابع افلامه عندما تذاع يعني، وكان تعليقه ايه على الافلام؟ ما اعرفش، هم ما بيذيعوش افلام ابويا كتير. لا ازاي؟ لا لا انت بس مش بتتابع طول الوقت، لا بتتذاع بس يعني. هل هو ما كانش يعني حظه في الافلام زي حظ الاستاذ نجيب محفوظ او الاستاذ احسان عبد القدوس؟ لكن هو يعني انا لما سالته اياميها يعني هو في السينما يعني، قال لي ما هو انت بتبص للفتره بس، انت بص لفتره اطول يعني. انا والدي على المدى الطويل يعني، هو توفى النهارده بقاله حوالي 30 سنه. صحيح. وما زلنا بنناقش فكره يعني هو لسه هتدرس وتدرس اشياء كتير كاتبها لسه ما اتفهمتش لغايه دلوقتي. فهو الموضوع بالنسبه له كان اخطر من السينما واخطر من مسلسل تلفزيوني. هو كان عايز يترك ما يحول الشخصية، يعني انت عايز تبقى انسان ناجح في حياتك وقوي وصاحب قرار، اقرا ليوسف ادريس. صحيح. انا كمان عارفة ان هو كان عاشق لمصر. مكانه المفضل في مصر كان فين يعني؟ مكانه المفضل في مصر في بيته على النيل. في بيته على النيل طبعا. مين ما يحبش نيلك يا مصر؟ الجلاء وكتب عن الملحمة العظيمة دي والحقيقه هو يعني عمره ما فكر يسيب مصر، رغم يعني كان دول كتير تتمنى ان هو يروح يعيش فيها او كده، لكن هو قال لك لا، مصر دي بيتي، انا ما بطلعش من بيتي. اكيد اكيد هيظل يوسف ادريس يعني رمزا عظيما واديبا يعني مهم في تاريخ مصر بكل ما قدم، مقالات، كتب، قصص قصيره، مقولات، آراء. أنا بشكرك شكرا جزيلا، ودايما تظل حافظ لذكرى أديبنا الكبير، وبشكرك على المداخلة مهندس سامح يوسف إدريس، بشكرك شكرا جزيلا.